وليد الهجري، كرات قصيرة بين مدافعي الترجي الرياضي التونسي. وليد الهجري كرة في العمق في الجهة اليسرى، وموجود صابر خليفة يربح التماس بسرعة، يلعب خليل شمام قبل ما يرجع ليه بلال الطرابلسي. ظهير الأيمن للشبيبة وممتازة، والأسامة الدراجي والهدف الأول. ممتازة جدا العملية توصل إلى أسامة الدراجي، وأسامة الدراجي في الأخير يتمكن من تسجيل الهدف. يعني عملية انطلقت جيدة، كرات بالرأس يجي متأخر أسامة الدراجي، وضع الضغط النفسي على لاعبي الترجي. هذا التحضير من مايكل إنرامو، وأسامة الدراجي أكيد عامر في الإعادة، عملية كانت مخدومة كما يجب. هدف مخدوم وهدف معناها بين معناها بين قوسين، بين التريو هذا ومايكل المساكني الدراجي، حاجة معتادة. هذه الإعادة مشكورين الزملاء، يعني خدمة كبيرة قام بها مايكل. والدراجي هو اللي جاي من تالي، وذاك هو الملاعب اللي جاي من تالي هو اللي يكون يصنع الخطر. إذا تتغير النتيجة في الدقيقة 55، تتغير لفائدة الترجي الرياضي التونسي، هدف لأسامة الدراجي، وخاصة